تعد السلامة المرورية الغاية الأسمى للعمل المروري بشكل عام، وهو الأمر الذي تعمل على تحقيقه الإدارة العامة للمرور، واستطاعت أن تحرز فيه تقدما جيدا عبرت عنه إحصائيات تراجع الحوادث المرورية المميتة. السلامة المرورية هي الغاية الأسمى التي تعمل على تحقيقها الإدارة العامة للمرور، فحفظ الأرواح وحماية الممتلكات يتحقق من خلال الالتزام بالقانون والتعاون مع رجال المرور بما يضمن حركة مرورية انسيابية وآمنة. ومن هذا المنطلق أشارت الإحصائيات إلى تراجع ملحوظ في عدد الحوادث المرورية المميتة بعد تفعيل قانون المرور وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة. صدر قانون المرور في سنة 2014 ودخل حيز التنفيذ في سنة 2015 تحديدا في 8 من فبراير. أيضا من محاور تناولت الخطة الوطنية هو تفعيل آليات القانونية للسلامة المرورية من خلال توظيف التكنولوجيا، وتم تزويد الإدارة العامة للمرور بأحدث الأنظمة المرورية الذكية اللي تساعد في ضبط المخالفات المرورية، وبالتالي أصبحت كافة الشوارع والطرق الرئيسية في مملكة البحرين مراقبة مروريا، وتم توسعة رقعة المراقبة المرورية، وانعكس ذلك على انخفاض الحوادث المرورية. وأيضا من المحاور تنويع أساليب السلامة المرورية من خلال إنشاء لجنة تعاين كل ما نقطة سوداء أو موقع يتم فيه حادث مروري بليغ لا قدر الله، ويتم رفع معدلات السلامة المرورية في هذه النقاط. وأيضا نتائج هذه اللجنة أتت ثمارها ولم تتكرر الحوادث في هذه النقاط السوداء. ولا ننسى المحور الرابع هو المحور المهم من خلال التوعية المرورية ونقل الثقافة المرورية لدار العام المرور، ومن خلال الخطة الوطنية تملك خطط فصلية ونصف فصلية في نقل الثقافة المرورية للسائقين وكافة مستخدمي الطريق، يمكن من أهمها نقل أساليب الآمنة لعبور السليم لأبنائنا الطلبة. والحمد لله في الأعوام المنصرمة لم نشهد حوادث مأساوية لأطفال. كل ذلك خفض الحوادث المرورية الوفاة بنسبة فاقت 40%، الحوادث الإصابات البسيطة بنسبة فاق 30%، والحوادث المرورية الإصابات البليغة بنسبة أيضا فاقت 40%. وفق الإحصائيات بلغ عدد حوادث الوفيات عام 2015 نحو 76 حادثا، وتراجع إلى 47 في العام 2016. أما العام الماضي 2018 فقد سجل 44 حادثا مروريا مميتا، ما يعكس الانخفاض الواضح في عدد حوادث الوفيات. وبطبيعة الحال شهدت هذه الفترة إطلاق مشاريع خدمات مرورية كان لها الدور الرئيسي في تطوير الأداء، منها نشر الكاميرات الذكية وتزويد الدوريات بالأجهزة اللوحية الذكية، ما ساعد في زيادة الضبط المروري. في الحقيقة الإنسان يشكل الـ يعني غالب أسباب الحوادث المرورية. ممكن أقول لك أن تقريبا ثلث حوادث الوفيات المخطئين فيها سواق أقل من سنة. 72% من حوادث الوفيات يكون المخطئين فيها يعني لهم خبرة أقل من 6 سنوات. هذا من جهة. أيضا السيارات تقريبا 32% من حوادث الوفيات تكون سيارات عمرها سنة، يعني سيارات جديدة ما بخطاء في المركبات. عندنا أيضا يعني ثلث حوادث الوفيات بسبب السرعة. أيضا 28 من المتوفي في حوادث الطرق من المشاة. واضح جدا أن السلوك البشري هو اللي متحكم في القضية الرئيسية. أن حدود السرعة القصوى الموجودة على الطرق هي مبنية على دراسات هندسية وعلمية تتيح أقصى درجات السلامة بالنسبة للمستخدمي الطريق. فالسائق لما يلتزم بهذه السرعات القصوى إنما يؤدي إلى سلامته وسلامة الآخرين، لأن السرعة التي تتجاوز السرعة القصوى تؤدي إلى اختلاف السرعات على انسيابية التدفق المروري مما يؤدي إلى الحوادث. فالالتزام بالسرعة القصوى وكذلك الالتزام بالسرعة الدنيا كذلك لكي نضمن تدفق مروري في سلس على الشارع من غير تغيير للسرعات، من غير تجاوزات التي تؤدي بدورها الحوادث.
وفي إطار العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال الحملات المرورية المستمرة لتوعية السواق ومستخدمي الطريق، أصبح المجتمع عنصرا رئيسيا في الحفاظ على السلامة المرورية. دورنا احنا كمواطنين الالتزام والتغيير بالتعليمات المرورية، واللي من شأنها ان هي تقلل نسبة الحوادث وايضا تأمن الشوارع وتخليها سالكة، بالاضافة للحفاظ على ارواح الناس. برنامج اعد النظر ساهم في شكل كبير في توعياتنا احنا كمواطنين بمخاطر هذه الحوادث وايضا رفع مستوى الوعي في الحفاظ على التعليمات المرورية وتطبيق التعليمات المرورية بشكل مناسب بما يخدم ويحافظ على سلامة الطرقات في مملكة البحرين. لما راح نتكلم عن إدارة المرور والخدمات اللي تقدمها، راح نتكلم عن حياة إنسان وشارع لازم تستخدمه بطريقة صحيحة. لما نتكلم عن هذا الشارع وعن كل اللي يحصل فيه، معناته أن أنت تتكلم عن جهة حكومية خذت على عاتقها أن هي يعني تعطي أو توصل للمواطن المعلومة في كيفية استخدام هذا الشارع. الشارع عمر، انت بتي مع اهلك تطلع برا البيت، تحتاج ان انت تعرف بالضبط الشارع هذا شنو فيه شنو ما فيه، شنو شلون اقدر استخدمه بشكل صحيح بشكل سليم يوصلني للمكان اللي انا ابغيه بامان. اداره المرور شكرا لهم على كل اللي قاعدين يسوونه وعلى اللي قاعدين يخدمونا فيه، بالذات الحملات التوعويه اللي قاعدين يسوونها رقم واحد. رقم اثنين، في ظل التطورات اللي قاعد تصير في مملكة البحرين، الجسور الجديدة، الشوارع الجديدة، إغلاق شوارع وفتح شوارع لخدمتنا ولصالحنا العام، أعتقد أن إدارة المرور قاعد تكفي وتوفي، ونشد على يدهم ونقول لهم شكرا لكم وما قصرتوا ومعاكم، وإحنا في أمان إن شاء الله بإذن الله بعد الله سبحانه وتعالى. تبقى السلامة المرورية معادلة رئيسية في منظومة السلامة العامة وهدفا رئيسيا لدى الإدارة العامة للمرور، يتحقق من خلال التعاون والتواصل الفعال مع سائقي المركبات.